أبقى أنا رجل حكيم. خليك لعب وديها إن شاء الله. يا بشار ويا جبل، يا بشار ويا جبل. نحن الدفاع المدني بالتعاون مع فريق السعادة التطوعي، قمنا هلا بنشاط احتفالية الطفولة في ثاني أيام العيد. مثل ما شايفين هلا احتفاليه هي بتتخلى مجموعه من النشاطات، نشاطات الحكواتي، بدانا بنشاطات الحكواتي، ثالثها مجموعه من النشاطات الترفيهيه، الهدف الرئيسي من هذا العمل نشر التوعيه، نشر التوعيه المجتمعيه بالاطفال لحمايتهم من الذخائر غير المنفجره، وحمايه الطفل من كيف التعامل مع الاجسام الغريبه. هلا احنا اليوم هون جايين عم نحتفل بالعيد، يعني الفرحه لاطفالنا، مو انه نحن اكيد عندنا غصه على اهلنا بادلب وعلى العمال يصير كمان التفجيرات اللي صارت، وما شاء الله الدفاع المدني عم يقوموا بنشاطات لحتى يفرحوا الاطفال ويلعبوهم، وهذا شيء مو غريب عنهم، يعني هن الانسانيه وهن ايقونه الانسانيه، مو مثل ما يهاجمون على النظام يحاولوا يصوروا ويشيطنون، لا هن مع اطفالنا. هلا من شوي ابني كان بايده عم يلعبوا ويقصوا عليه، انا بامن على ابني معاهم لانه هن فعلا ملائكه الرحمه.